السلام عليكم، جيتكم اليوم فيديو جديد. فيديو نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. اول مره البنات نحط الكاميرا هكا قدامي وما عارفه شنو غادي نقول ولا شنو منين نبدا ولا منين غادي نسالي، ولا كذلك غنقول لكم لا تشتركوا في القناه ولا ضغطوا على الجرس ولا حتى شي حاجه من هادشي كامل. للاسف شديد البنات ان هاد القناه هادي توقفت ليا بسبب اشخاص اللي ما عرفتهم شكون هما، وصراحه ما يشرفنيش انني نعرفهم اشكون هما ولا شنو المراد ديالهم مني انهم يوقفوا ليا القناه. تفاجأت البنات واحد المفاجأة لهذا النهار هذا، انه القناة ديالي تسينيالات اكثر من 10 ديال المرات. ما عرفت واش اشخاص اللي هما اشخاص بزاف ولا شخص واحد، ما عرفت. المهم اللي كنعرف هو ان القناة ديالي تسينيالات اكثر من 10 ديال المرات، فاليوتيوب كيوقفها او كيحذفها. هادشي واضح. ما عرفتش البنات، ما رديتش البال الميساج اللي كيوقف اللي كيوصلوني في الجميع انه القناه ديالي كتسينيالا، حتى رديت البال الميساج ديال اليوتيوب انه تم التوقيف ديال القناه ديالي، تم التوقيف ديال لي كومونتير. جو بونس ما عرفتش. المهم انا مازال كنشوف لي كومونتير عندي في القناه، يلا دابا شفتهم. تم توقف الاشتراكات بالنسبه للناس اللي عادي يدخلوا يشتركوا جدادين اليوتيوب، عادي تحدث لهم الاشتراكات ديالهم. تم توقف ديال اللايك، يعني فقط انني مجرد انا نبقى نحط فيديوهات ما كاينش يعني حتى شي تفاعل نهائيا. ماشي مشكل صراحة، القناة ديالي عندها 3 سنين وما طلعتش، و شنو غادي نقول لكم، حطيت تقريبا فيها اكثر من 350 فيديو اللي حطات في لاشين في القناة. صراحة ما بقاش فيها الحال نهائيا نهائيا نهائيا. قلت لعله خير وعسى تذكروا شيء ان شاء الله هو خير لكم. الحمد لله على كل شيء. بالعكس بغيت نوصل واحد الرسالة لهذوك الناس اللي سينيالاو القناة ديالي، او بغيت نقول انه ممكن يكون كشخص واحد فقط لحقاش ما يمكنش ان ازيد من 10، يعني انا كيف ما قلت لكم تفاجأت من داك الكم الهائل، ما يمكنش اكثر من 10 ديال الناس سينيالاو القناة ديالي في يوم واحد، يعني بيزا. بغيت نقول لهم البنات هو اكيد ان الهدف ديالهم من هذا الشيء كامل وهذا السينيال وهذا الشيء هو انهم يحطموني او يطيحوني او ما عرفتش شنو قال لهم عقلهم. بغيت نقول لكم انه ابشروا بالعكس بالعكس والله القسم، حتى زدتوني طاقه اكثر انني نود نصور اكثر ونود نزيد نعطي اكثر ونحاول انني هكا كنشتغل مع راسي، وقررت انني غنوض صافي غنفتح قناه جديده وعادي نبدا التصوير وغنصور تاني، نصور فيديوهات اللي انا ياما ترددت انني ما نصورهمش. غنصور فيديوهات سواء روتينات بالنسبه للبنات اللي كيعرفوني، يعني قبل كنت كندير روتينات ما بقيتش، غنرجع اول فيديو البنات عادي يكون على القناه من بعد التعريف ديال القناه هو روتين اليوم كامل ان شاء الله. غنصور هكا روتينات، غنرجع نصور فلوغات، عندكم معايا بزاف ديال البلايص اللي انا كنمشي ليهم. المهم بغيت نوصل لهم انكم والله القسم حتى زدتوني طاقه، ما طيحتوا مني ما حتى شي حاجه، ونعتبر ان ديك القناه عمرها ما كانت، وعادي جدا جدا غيبقاو فيها غير الناس اللي كانوا صراحه كاينين الناس اللي من البدايه فاش بديت وهم متبعيني ومعايا هذوك. بعدا كنشكركم بزاف 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 بزاف، شكر يعني كلمه شكر والله تقليله في حقكم بزاف، يعني مع انهم ما عرفتش هكا، يعني درت اقتطاعات في القناه يعني مده طويله، ومع ذلك تسناوني حتى رجعت حطيت فيديوهات وكنقرا الكومونتير ديالهم. وكاينين الناس اللي تسلموا لي كومونتير كيتلاقاوني هكا وكيقولوا حنا متبعينك واشنو درتي واشنو درتي واشنو درتي. صراحه كنفرح بزاف بزاف بزاف، شكر خاص لكم، وشكرا بزاف للناس اللي عاد دخلوا للقناه هذه. نتمنى ان شاء الله منكم الدعم ديالي. غنحط لكم القناه الجديده في صندوق الوصف وكذلك في اخر كومونتيرات يا البنات، الا لقيت لي كومونتير واش اصلا الا تحط هذا الفيديو. صراحه مازال ما عرفتش لحد الان واش ممكن انه تحط هذا الفيديو هذا. صراحه درت لايف تيستيت به، درت لايف غير خدمته وقطعته باش نعرف ان واش القناه مازال ممكن انني نحط فيها فيديوهات. وكيف ما قلت لكم ما عرفتش الفيديو حتى واش يتحط ولا لا. المهم غنخلي لكم الرابط ديال القناه الجديده في صندوق الوصف، كذلك في اخر تعليق غادي تكون الرابط ديال القناه. نتمنى ان شاء الله انكم تشرفوني وكذلك تبارطاجوا القناه الجديده وكاو نكبروها علاش لا، وتكون حسن من هذه ان شاء الله. وان شاء الله كنوعدكم 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 انه يكون محتوى لي زوين ومونتاج لي هو زوين، وهكا ندير لكم فيديوهات لي هي حماسيه، وفيديوهات البنات اللي عادي تكون هكا على كيفاش تخدمي من دارك،
صراحة عندي بزاف باش نفيدكم. نتمنى ان شاء الله انكم تدعموني وتشتركوا في هذه القناة هذه، وكذلك اللي دخلت عندي ما تنساش كذلك انها تبارطاجيها مع الاحباب والاصدقاء ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكنشكركم من دابا البنات مسبقا، شكرا لاي وحدة دخلت هكا وشرفتني، شكرا لكم بزاف. المهم عاد نتسناكم في القناة الجديدة. ودابا البنات في هذه اللحظة هذه غنقطع الفيديو هذا وغادي نمشي تما نصور لكم، نحط لكم فيديو جديد. صافي البنات هادشي اللي بغيت نقول لكم، وشكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم هاد 3 سنين كامله. ولعلها خير وكيف ما قلت لكم، ولعلها بدايه تكون جديده وجميله ان شاء الله. صافي البنات، المهم باش ما نطولش عليكم بزاف غنخلي لكم الرابط ديال القناه في صندوق الوصف كما قلت لكم، وفي اخر تعليق ما بقى الا نقول لكم سلام، باي باي.